تحقق أن العبارة كي تساوي كي لصفر أسية ناقص ألفا تي حلا للمعادلة التفاضلية كما جرت العادة. نكتب كي نديروها المشتقة، دائما تفهمنا نكتب هذه كي لصفر، ومن بعد واش نديرو نشتقوا الأسية من فوق تعطيني ناقص ألفا أسية ناقص ألفا. احنا على بالنا بلي ألفا هذا هو، ماشي مشكل. إذا دي كي على دي تي اللي هي كي زيرو يعني ناقص كي زيرو ألفا أسية ناقص ألفا تي زائد واحد على ار ولا سي، راح نسميها مباشرة ار توتال باش ما نبقاش نكتبها كامل، في كين تاعي اللي هي كي زيرو اسيت ناقص الفا تي، هذه لازمنا نبينوها تساوي صفر. اذا نخرجوا كي زيرو اسيت ناقص الفا تي كعامل مشترك، من هنا تبقى لي ناقص واحد، ومن هنا واش راح تبقى لي؟ عفوا راح تبقى لي هنا الفا، ومن هنا راح تبقى لي واحد على سي في ار توتال. خلونا على بالي بلي هذه الفا هي نفسها هذه، اذا هذه وتساوي ناقص الفا نتاعي هي نفسها واحد على سي ار ان زائد ار دو زائد واحد على سي في ار توتال اللي هي نفسها ار ان زائد ار اثنين، هذه تساوي زيرو. اذا من ذاك تساوي زيرو؟ بون الكونيكسيون على بالك راه شويه صفط. نسمعوا فيك عادي ستار. حنا هي ما تحفظوليش باللي دائما تساوي زيرو، على حسب المعادله التفاضليه. كما هنا عندي تساوي زيرو، تساوي كون كانت تساوي او نقول لها تساوي، يعني على حسب المعادله التفاضليه، ما نحفظوش باللي دائما تساوي زيرو. هكذا؟ اذا سي بون كي بينها تساوي صفر، اذا نقولوا باللي هذا حل المعادله التفاضليه. ذلك الشكل ثلاثة يوضح المنحنى البياني كي تساوي اف لي تي لتطور شحنة المكثفة كي خلال الزمن تي. جد قيمة كل من كي زيرو وثابت زمن تو دو، ثم استنتج قيمة الناقل اومي ار دو. كي زيرو انطلاقا من لحظة تي تساوي صفر، يعني هنا في هذا المكان راه هذه 0.36912، إذا هنايا 0.12 ميلي كولومب. اما طو ديجا راه رسم لك المماس هنايا، وراك تلاحظوا بلي هنا في النص، اذا هنا عندي 0.3، هذا طو دو، وهنايا عندي كي زيرو، ما ننساش الوحده هي ميلي، يعني هذه مضروبه في 10 اس ناقص 3 كولوم. هكذا من بعد كي قال لك احسب ار دو، انا على بالي بلي طو دو هي سي في ار ان زائد ار دو. هكذا اذا ار دو واش هي يا جماعه؟ هي طو دو مقسومه على سي ناقص ار ان. طو دو شحال قلنا؟ طو دو هي 0.3، سي قلنا قبيله 10 اس ناقص 4، و ار ان ار ان شحال؟ 10 اس 3. اذا هذه شحال تعطيني؟ 3000 نورمالمون 2000. هكذا يا جماعة كونيكسيون راحت، راك تسمعوا فيا؟ نعم استاذ. اخي احنا تاني مشكلة حتى تجي تقرب الكونيكسيون ولي مشكلة ما نضاليش ديرها. هذيك 0.3 على 10 اس ناقص 4 ناقص 10 اس 3. ها اخي على بالكم من جات؟ في يا هي هذه حسابات فقط. نخليها كيلو اوم سي ار ان زائد ار دو، نقسموا الطرفين على سي، ها باش تروح لي من سي. انا نحتاج ار دو، يعني هذه نديها للطرف الاخر راح تولي لي ناقص، يعني تولي لي ار دو تساوي طو دو على سي ناقص ار ان. طو دو لقيناها حسب البيان 0.3، سي رانا حاسبينها مقبل 10 اس ناقص 4، و ار ان قال لي 1 كيلو. هكذا النتيجة نوما تعطيكم 2 كيلو اوم. يا نعم استاذ. قال لك اكتب العبارة الزمنية للطاقة المخزنة في المكثفة او. نعم استاذ. نعم او سي قلنا نصف سي في او سي مربع، هكذا
هذا هو القانون سي تاعها. في كيو مربع. والاي سي واش هي؟ الاي سي هي كيو على سي، هكذا الكل مربع. نعم. اذا واش راح تبقى لي هنايا؟ تبقى لي واحد على اثنان سي، هذه كيو هي ماكس. سي راح تختزل مع سي مربع، راح تبقى لي واحد على سي في كيو مربع، لان هنايا كيو مربع على كيو على سي مربع، نختزلوا هذا المربع مع سي تبقى لي سي في المقام. علاش كتبتها كيما هذا الشكل؟ هو قال لي طلب مني المعادله الزمنيه، او انا كاتب كي المعادله الزمنيه تاع كي هي كي زيرو اسيت ناقص واحد على طو دو في تي، هذه كل مربع سي بون، هذه هي المعادله الزمنيه. ممكن هنا ديروا هذه تقلعوها منا، ديروا هنا اثنان اس اثنان، هنا تدخلوا اثنان، هذا مكان. بعد قال لك احسب قيمتها عند اللحظه تي 1 تساوي الصفر وتي 2 تساوي 0.6، يعني هذا فقط هاد تي هذه عوضوها بالصفر، كي نعوضوها بالصفر تعطيك اسيه 0 1، اذا عند الصفر يعني او سي لي صفر تعطيك 1 على تي واحد. سي كيو 0 مربع، و او سي عند 6 شحال 6 سكوند، اذا نورمال ديروا هاد 6 هاد تي هذه عوضوها ب 6 وحسبوا بالاله حاسبه مباشره والنتيجه راح تعطيك، وهذه كذلك حسبوها بالاله حاسبه لان سي بون كيو 0 رانا حاسبينها 0.6 شحال على رقبتك. المهم جول النتيجة ثلاثة. تكون بالجول. سابون جماعة الخير، الحمد لله بعد كملنا هذا الموضوع. الموضوع إن شاء الله تعالى المرة الجاية راني نورمالمون حطيته في الخط، راح نحلو تاع وإن كان راه فيه الحل بصح ما عنديش نحلوه تاع أشبه الأمة، لقيت فقط تاع الفيزياء علوم تجريبية ما لقيتش على ماطينا. صحيح؟ دوك نعاود نخليه وما تشوفوش ماذا بكم، ما تشوفوش دوك غادي نحطه بلا حل أصلا. ولا راح نحطها لكم بالحل ما تشوفوش في الساعه ده باش نحلوه مع بعض، ولا انا ماذا بيا تحلو باش هكا على السريع باش الاسئله اللي ساهلين ما نقعدوش فيهم. صح يا جماعه الخير، على نعم. 5:30 ان شاء الله السبت راح نديرو رياضيات والاحد فيزياء، الله مانيش عارف بالضبط واش حاجه، راني نخلي لكم في الجروب ان شاء الله غدوة إن شاء الله. إلا درنا نديرو حصة في الفيزياء في المستوى المائي هذا العام، مهم إن شاء الله هذا العام يا جماعة استناو قذيفة، التمرين تاع القذيفة بإذن الله راح يكون كاين. نعم أستاذ، التمرين في القذيفة، قذيفة مع مستوى مائي. لا مانيش نقول لك مع مستوى مائي، نقول لك غير قذيفة وحدة، وإلا كانت مع مستوى مائي وراه المشكل. اوكي صافي شيخ كملت علي؟ لا صاي اخويا صافي قلنا تشوف التمرين اللي بعثوا لك.